السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم أم يارا. اليوم غدا نحضر لكم الرفيسة ديال زمان. ندوزو لطريقة التحضير. عندنا الدجاجة، الحلبة، وعندنا سكينجبير، معلقة كبيرة ديال السكينجبير، عندنا معلقة نص معلقة ديال الملح، عندنا البزار نص معلقة كبيرة ديال البزار، عندنا السمن، عندنا الخرقوم معلقة كبيرة، عندنا العدس، عندنا البصلة العادية، وعندنا البصلة اللي كيكون العصا ديالها خضر، وعندنا الماء، وعندنا على بركة الله نجيبوا واحد الإناء نوضعوا فيه الفروج. بسم الله نديروا فيه السكينجبير، الملح، السمن، بزار، خرقوم، عفوا ماشي خرقوم، الخرقوم عندنا البصله، عندنا الحلبه، وغادا نديرو الزيت، زيت العود، وغادا نديرو الماء، وغادا نديرو فوق البوطه حتى يدخل بعضياتهم ويطيب شويه حتى، ولكن حاجه وحده خاصو يتقلى مزيان. ملي يتقلى مزيان عندكم مزيانكم تزيدوا الماء، ولكن حتى الاخر وغادي نزيدوا هذه البصله اللي عوادها خضرين. العدس ما كنطيبوش مع الدجاج، غادي نديرو بوحدو في اناء في الماء، وغادي ديروه غادي يطيب فوق البوطه حتى يتسلق مع شويه الملح، وحيدون نوريكم الطريقه كي غادي ديروا لها في الاخر. بعد ما دخلوا الطياب، دابا غادي نديروا هذه البصله اللي قلت لكم صافي، ونخليوها طيب. دابا غادي نزيدوا العدس اللي طاب لينا، زيدوه بالبلول ديالو، داك العدس اللي تسلق لينا غادي تزيدوه بالبلول ديالو، وغادي نزيدوا طرف ديال الزبده. كتجي هاد الرفيسه راه كتجي واعره وزوينه بزاف، وصافي ونخليهم يندمجوا مع بعضياتهم. انا اصلا حضرت المسمن ديالنا كيجي على هاد الشكل، وان شاء الله غادي نحضروا لكم في الفيديو الجاي، ومن بعد غادي نتلاقاو في الشكل النهائي ديال الرفيسه ديالنا. هذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال الرفيسه ديال زمان، وكتجي زوينه بزاف، وكنتمنى تجربوها، وما تنساوش ديروا لايك وتابوناو معنا.